الحمد لله. لا المباراة هذه لوجنا نتيجة قبل كل شيء، الحمد لله جاي الانتصار اللي ضمنا به ترشح نصف النهائي. ان شاء الله تو نركزوا على ماتش ترجي نهار ثلاثة، ان شاء الله كالعاده نفرحوا الجمهور ان شاء الله. الحمد لله والله وين نستحق لي جمعيتي قاتلي، هذا معناتها واجب علينا. الحمد لله الواحد ان شاء الله بشويه بشويه يقعد يفرح في جماهير نجم الرياضي الساحلي ان شاء الله. خدمه ماني معروف البوان فور تاعي بلديتيكا، ونحاول نركزوا كل ماتش ان شاء الله نماركي. الناس كل قالت بعد الماتشات الاولى اللي احنا ماناش باش نترشحوا للدي فينال، كذبنا على قوي هذه الكل، خدمنا على رواحنا الماتشات اللي تعدي الكل. اليوم اكدنا اوفيسيلمون اللي احنا في الدومي فينال، مش من فراغ بعد خدمة وتعب. ماتش مهم تو نتويو صفحة الكوب دافريك ونبداو نحضر في ماتش ترجي، ما عندناش برشا وقت، 4 أيام وإن شاء الله نبداو الأولاد الكل في فورم نهار ثلاثة إن شاء الله. الحمد لله نصور ليسونسيال عملناه، معناتها ترشحنا ديمي فينال، نصور مباراة ما كانش كان السهل، عرفنا كيفاش ناخذوها من دوبي دو ماتش. إن شاء الله ربي معنا، إن شاء الله نكملوا في المستوى هذا ونصور معناتها كاف ميزات طويلة، وبقدرة ربي إن شاء الله تو مش نركزوا على بارتي نهار الخميس اللي كنت ترجي الرياضي التونسي، مش نصور المباراة باش تكون صعيبة كما ترى، معناتها ماهيش مباراة بطولة، مباراة كأس كأس. إن شاء الله نهار ثلاثة بقدرة ربي إن شاء الله ربي معنا، وكما العادة كما فرحنا جمهورنا اليوم إن شاء الله نهار ثلاثة نزيدوا نفرحهم إن شاء الله. صحيح، أول حاجة كنا نعرف الناس كل ماتش اليوم ماتش تروبا مهمين برشا، نمشيو بيه ديمي فينال، عملنا اللي علينا، رابحين 2-0، دخلنا دوزيام ميتون 3-0 عادي بالسيرو لاشمون. عندنا ماتش كما نعرف الناس كل ماتش ترجي الناس كل نخمو فيه، حابين نكملوا ماتش باقل لي فور وعقل لي صابيت، ونعرف زاد عندنا الانذارات كيمياني كيما حمزه وبن عمر، ما نحبوش ندخلوا في كونتاكت، ما نحبوش ندخلوا في الديال، هذاك عادي في المعطر ولا شمون يصير عادي. ماتش ترجي ماتش كما تشوت كل ماتش كبير، نعرفوه الناس كل كلاسيكو مش تعد. بالنسبة لنا احنا عنا شوية تعب ومش نخمو تو في الراحة، ترجي جماعية معناتها جماعية كلها جديدة، ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله نكملوا في السلسلة بتاع الانتصارات بتاعنا ان شاء الله. هذا اللي جينا عليه، معناها اليوم هو الماتش حضرنا والكم يلزم، وعارفين الماتش مش باش يكون سهل. الحمد لله معناها 3 بوان ما كنا باش نترشحوا للدومي فينال، وكما قلت لك هذاك اللي معناها سعينا له، الحمد لله توفقنا معناها ووصلنا في الدومي فينال، معناها تولي لعب اخرى ان شاء الله. اكيد ماتش مش باش يكون سهل، 50-50 معناها، وفي الاستاد نتاعنا مستنسين ديما نربحوا ان شاء الله، معناها نكملوا في السيري هذه وان شاء الله نترشحوا للديمي فينال ان شاء الله.